المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة نقلة نوعية لقطاع الرياضة المصري، أنشئت وفقاً للمواصفات العالمية لاستضافة أكبر البطولات الدولية، تعود بالنفع على الاقتصاد المصري وتوفر الكثير من فرص العمل، تعد الأكبر في الشرق الأوسط، تشتمل على ملاعب تعد الأحدث في العالم، تضم ملاعب وصالات لمختلف الرياضات الفردية والجماعية، تضم متحفاً للتراث الرياضي المصري. المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية حلم أصبح حقيقة، نفذت لتصبح مؤهلة لاستضافة البطولات العالمية لمختلف الرياضات. لا تحتوي على الملاعب فقط، ولكن تم تصميمها لتضم عددا من المنشآت الثقافية والاجتماعية المختلفة. يوجد بالمدينة العديد من المقومات مثل شبكة الطرق والفنادق المتميزة والخدمات المتنوعة، تضم مجمعا لحمامات السباحة وصالة خاصة بالألعاب القتالية، تشتمل على صالة لرياضات ذوي الاحتياجات الخاصة وصالة الجمباز، تضم مبنى اجتماعي ومبنى مخصص لتشجيع الشباب والناشئين على تنفيذ المشروعات الثقافية والتكنولوجية وتنمية المهارات والقدرات، تضم ميادين رياضية لممارسة القوس والسهم والرماية وألعاب القوى، تضم منطقة خاصة بالأطفال للأنشطة الثقافية والترفيهية ومسرح ومبنى إداري، تضم مستشفى طبي رياضي متكامل. استاد المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية إنجاز عصري في مصر، يسع ما يقرب من 92 ألف متفرج، أكبر ملعب في الشرق الأوسط، يعد صرحا عظيما وواحدا من أكبر ملاعب العالم، يحتوي على غرف فندقية، يضم مناطق تجارية والعديد من الأمور التي تحدث لأول مرة في مصر. الفريق القائم على المشروع يهتم بأدق التفاصيل لخروج المشروع بالشكل المشرف. الصالة المغطاة في المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. الفريق القائم على المشروع يهتم بأدق التفاصيل لخروج المشروع بالشكل المشرف. تسع لما يقرب من 15 ألف متفرج. تختلف عن أي صالة مغطاة في مصر. تحتوي على ملاعب تحت الأرض بخلاف الملعب الرئيسي وغرف فندقية. توفر كل سبل الراحة والمتعة للجمهور. المدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية إنجاز مصري جديد، تعتبر جزءاً من الرؤية الاستراتيجية للدولة المصرية، تستهدف توفير بيئة مواتية لممارسة الأنشطة الرياضية واكتشاف وصقل المواهب. وضعت مصر على خريطة الرياضة العالمية، تعد الأضخم والأحدث إقليمياً وقارياً، تقام على مساحة 93 فداناً، بدأ تنفيذها عام 2019، استضافت أكثر من بطولة دولية في الفترة من 2021 وحتى 2023.